ايه التحف دي كلها؟ ودي اثارات اللي على الحيطه دي؟ ايه ده؟ الحاجه زهره. مين؟ الحاجه زهره دي؟ ايوه اصلها بتاعت الوالد الله يرحمه. الله يرحمه يا سيدي. طبعا ورثتها حضرتك. ايوه الحاجات الجامده قوي. باين باين. تعرف اللي له نصيب في خطتين من دي؟ ايه؟ خطة واحدة كفاية قوي. ينجلي ويدعي للوالد بالجنة. الثانية دي بقى تبقى لحاجة مين حضرتها؟ ده عنك. أنا مؤكد. وده بقى من مخلفات مين في الفاميليا الآخر؟ لا، ده من منشآتي أنا. الله أكبر. تعيش وتمشي. ما تذومش كل. ممنون، شبعان قوي. كلت امتى؟ امبارح الصبح. حلوه دي.